انت عايز ترند ولا مش عاوز ترند؟ هتقوله هو بيقول ايه على السوشيال ميديا. محمد علي خير لشيرين عبد الوهاب، استشيري جمهورك قبل ما تتجوزي. هو إيه كل ده بقى ان يعني؟ انا قائد رأي وبقول رأيي في حاجة، وان انا مسموع ولله الحمد او مقروء، والناس بتنقل يعني عني حاجة، يبقى انا كده غاوي ترند؟ يعني انت مش ده اسمه التأثير؟ يا انا ما اكتبه له تأثير. يعني ايه شيرين؟ شيرين عبد الوهاب مستنية لما ننصحها ونقول لها باستشيري جمهورك في الراجل اللي هتتجوزيه؟ أمام إنسانة طوال أسابيع متتالية كل يومين والتانية على فضائية، أنا اتطلقت، أنا اتجوزت، ضربني، عملني، هو في إيه؟ أنا متعود إن الفنانين الكبار صفحات الفن هي اللي بتنشر أخبارهم، يتقال عليه أغنية جديدة جاية، لحن جميل، كلمات. شيرين مطربة كبيرة بس للأسف بتسيء لموهبتها. إيه اللي دخل ده وغيرت الصورة الذهنية عند قطاع من المواطنين؟ بيبدو عتب ليها. يا شيرين خلي بالك من موهبتك، لكن كل يوم والتاني ما بقاش ورانا إلا شيرين وجوازها وطلاقها، يعني أوفر قوي. أنا طلعت شفت فنانين كبار ما كانش في حاجة بهذا الشكل. العمالقة اللي احنا عشناهم، وانا اكبر منك في السن علشان تنبسطي على راسي من فوق، فشفنا عمالقة عبد الوهاب وام كلثوم، ما كانش في كل الحاجات دي. طيب فانا بقول لها يا شيرين قبل ما تتجوزي استشيري بقى. ما طب كل اذا يوم انا وافقت على كلامك مش هصادر عليه، بس ما تلومنيش ان في مواقع وجرايد بتنقل عني، واكون ان انا اكون مؤثر فيما اكتبه دي حاجة وحشة؟ يعني راجل عنده خبرة 30-35 سنة في الإعلام أن ينقل عن صفحته شيء، يعني ده مش حاجة وحشة.